السلام عليكم. في اطار فيديوز على سينتاكس غنشوفو في هذا الفيديو كيفاش وشنو خاصنا نعرفو باش نرسمو ولا نخدمو تري دياغرام. غنخدمو على سام اكزامبلز اللي فيهم سيمبل ونقدرو نخدمو حتى على اللي شويه كومبلكس. بلا ما نزيد نطول في انتروداكشن، ليتس ستارت. اولا شنو هي فري ستراكشر تري؟ اولا باش نعرفو نخدمو the tree diagram خاصنا نعرفو ان the basic English sentence structure فيها always MP اللي هو subject and VP predicate and an auxiliary، يعني خاصنا ثلاثة المكونات S sentence MP and aux and VP. ابسط مثال اللي نقدروا نخدموا عليه واللي هو فيه MP aux، واخا ما باينش غادي نشرحوا شنو هو الاوكس and VP، يعني فيها a noun and a verb. اول حاجه خصنا نديرو هي نرسمو اس اند نديرو 3 branches ديال تري اللي غيكون فيهم ام بي اند اوكس اند في بي. باش نحددو الاوكس خصنا نشوفو الفيرب فاش مصرف، وخصنا اولا باش نحددو الفيرب فريز خصنا نعرفو فين هو the main verb. هنا كاين عندنا غير فيرب واحد، يعني walk is the verb the main verb here. فاش مصرف؟ مصرف في الباست، محداه لا بي ان جي ولا هاف اي ان ولا موديل ولا حتى حاجة، فيه غير تنس، يعني غيكون عندنا الأوكس فيه تنس واللي هو مصرف في الباست، وعندنا في الفي بي فيه الفيرب واللي هو ووك. بقى لينا نحددو الان بي واللي هو هنايا عبارة عن ناون، ولا نقدرو نقولو بروبر ناون، واخا بلا ما نكتبو بروبر ناون حيت من بعد نوريكم فين غنكتبوها. هنا غنكتبو غير ناون، يعني جون. تري دياغرام ديالنا غيكون على هاد الشكل. في المثال الثاني غنشوفو مثلا جملة اللي هي the boy plays in the yard. كما قلنا كاين عندنا ثلاثة ديال المكونات اللي هما ضروريين اللي تيكونوا عندنا في السنتنس فيها MP aux VP. اولا غنقلبو على the main verb في الجملة، هذه simple sentence غيكون the main verb اللي هو play. غنشوفو هاد play فاش مصرف، مصرف في present، محداه لا have en لا ing لا موديل لا حتى حاجة، يعني الأوكس هو تنس في هاد الحالة، تنس هو present. بخصوص الفيرب تنحيدو ليه أي حاجة لاصقة فيه، مثلا لاصقة فيه ed ولا s ولا ing تنحيدوها وتنكتبوه as it is في bar infinitive. نقدرو نكملو على مكونات الفيرب فريز وندوزو على شنو كاين فيه، ولا نقدرو حتى نمشيو نسبقو بالMP نحيدو علينا عاد ندوزو الفيرب فريز. كلتا الحالتين غنوصلو نفس النتيجة. مهم غنمشيو للام بي، غنشوفو فيه الام بي شنو فيه. فيه the boy يعني فيه determiner and noun، يعني الام بي غنديرو جوج خطوط، غنقسمو الام بي على جوج غيعطينا determiner and an. determiner غنشوفو اشنو هو واللي هو the، و the noun is the boy. غنرجعو تاني ال في بي وغادي نقسمو ديك داكشي اللي بقى فيه. in the yard is a pp يعني prepositional phrase، مقسوم دايما prepositional phrase مقسومة على جوج فيها p and an p، يعني ال verb phrase غيكون فيه v and a pp. ال pp مقسومة على p and an p، غنكتبو p غنكتبو شنو هي هاد preposition عندنا هنا هي n، and ال mp فيه كيما ال mp الاول فيه determiner and a noun، يعني غنديرو نقسمو على جوج غنديرو determiner and a noun. easy، هادشي ببساطة ما صعبش بزاف. المثال الثالث هو he climbed the tree quickly، يعني كما قلنا غنبداو s mp aux vp، هنا غنبداو عاوتاني بالverb. where is the main verb؟ climb يعني فاش مصرف في الباست، يعني aux في tense and past، ما كاين لا داكشي الاخر اللي تيكون في الaux، كاين غير tense. نقدروا عاوتاني ندوزو نكملوا على المكونات ديال في بي كما قلنا قبل، ولا ندوزو الام بي. مهم غنكملوا على مكونات الفي بي، غادي نحللوا شنو كاين فيه. كاين فيه a noun phrase and quickly is adverbial phrase. the tree فيها جوج مكونات، فيها determiner and a noun، يعني غنكتبوهم. and quickly is an adverbial phrase، فيها مكونه من just an adverb. بقى لنا فقط الام بي، وهنايا عندنا الام بي as a pronoun، يعني هي. She has been writing her short stories about her mother on pieces of paper. هنا نقدر نشوفو أن هو عندنا بزاف ديال بيبيز and
الاوكس فيه بزاف ديال الحاجات ماشي غير التنس. المهم غنبداو ثلاث حاجات اللي خصنا نتفكروهم ديما واللي غنحتاجوهم، واللي هو اس فيها ام بي اوكس في بي. غنبداو بدو مين فيرب هنايا رايت، يعني غنكتبو في بي فيها فيرب اند رايت. من بعد غندوزو للاوكس، الاوكس هنايا غادي نحللو غادي نلقاو فيه has been writing، يعني فيه have en add be ing add verb، يعني هنايا الاوكس اوكس is tense اللي هو في present add have en add be ing. غندوزو نحل نكتبو لتحت tense هو present، يعني عندنا هنايا الفيرب is right and the tense and the ox is tense have en be ing and the tense is present. ندوزو الام بي واللي هو here as a pronoun، يعني غنكتبو ام بي برو شي. من بعد غندوزو نحللو المكونات ديال الفي بي. من بعد ما درنا الفيرب غنشوفو شنو كاين في الفيرب فريز. غنشوفو مثلا her short stories is a noun phrase. بلا ما نكملو غنكتبو الفي بي فيه a noun phrase. غنحللو داك النون فريز غنلقاو فيه الديترمينر اللي هي her and short is an adjective and stories is a noun. من بعد غندوزو ل PPs. هنا نقدرو نشوفو ان عندنا about her mother is a P prepositional phrase, on pieces is another prepositional phrase, of paper is another prepositional phrase. But we can say that about her mother is an independent prepositional phrase. اللي نقدرو نقولو she has been writing her short stories about her mother بلا ما نكملو، يعني عندنا جملة صحيحة، يعني غنديرو غنسبقوها بلا ما نزيدو لها داكشي الاخر باش نتهناو منها. about her mother غنديرو a pp فيها p m p دايما فيها p and m p. about is the preposition and her mother is a determiner noun. من بعد غندوزو on pieces of paper. هنا نقدرو نقولو ان هاد on pieces of paper ماشي جوج prepositional phrases، but on pieces of paper is وحده داخله في وحده، of paper داخله في pieces. يعني ما نقدروش نقولو she has been writing her short stories about her mother of paper، ضروري خاصنا on pieces of paper، ماشي ما يمكنش نقولو of paper بوحده. يعني هنايا غادي نديرو on pieces، غنديرو فيها another pp اللي هي on is the preposition pieces is a noun phrase. هاد noun phrase داخله فيه another prepositional phrase اللي هي of paper. pieces قلنا هي mp، يعني mp فيها n and a pp، n هي pieces of paper هي فيها p and an mp، يعني داخله وسط منها، يعني of and paper. هنا خاصنا نحضيو مع prepositional phrases حيت كاينين تيدخلوا وحده مورا وحده، تكون وحده مورا وحده، ولا كاينين تيدخل اللي تتكون وحده تابعه للاخرى وسط منها. هنا هادشي كاين في ambiguity، هادشي داخل في ambiguity، وكاين حتى recursivity، يعني تتكون a phrase recursive، يعني فيها in مثلا in the table on the blackboard ولا شي حاجه مثلا، هادشي اللي جاني بالي. مهم تتكون ولا ambiguity هادي عندها جوج معاني، حاجه داخل ولا حاجه داخله في حاجه، ولا هما جوج separately. مهم I will deal with this later on. نشوفوا دابا مثال اخر اللي فيه حاله مختلفه. his claim that philosophy is nonsense is quite disastrous. كما العاده غنشوفوا ثلاثه ديال المكونات اللي خاصهم يكونوا ضروريين في sentence، اي sentence، اللي هما S تتكون من NP AUX VP. هنا عندنا جوج حالات ديال verb، ماشي جوج حالات ديال verb ولكن جوج verbs، ولكن عندنا main verb والاخر ماشي main verb. غادي نقلبو على اول حاجة غنديروها هي نقلبو على where is the main verb. his claim that philosophy is nonsense is quite disastrous. اللي تيبان لينا من هاد الجملة انه كاينين two verbs اللي هما to be، كاينين جوج، ولكن هنا غنشوفو باللي في الاول ماشي main verb. is quite disastrous is the main verb، is تانية هي the main verb ديال هاد sentence. يعني غادي نشوفو نكتبو vp فيها verb اللي هو be، and the ox هنايا عبارة عن tense، و tense هنا
هو present and غادي نكملو على مكونات ديال في بي عاد ندوزو الام بي. هنايا عندنا quite disastrous واللي هي an adjectival phrase اللي تتكون من an adjective and another adjective. يعني في بي فيها في اللي هو بي and an adjectival phrase. من بعد غندوزو للام بي غنبداو به هو his claim that philosophy is nonsense. هنا تنشوفو بلي كاينه sentence وسط هاد noun phrase. يعني عندنا his determiner claim is an MP and that philosophy is nonsense هي another sentence اللي داخله مع الام بي. يعني الام بي غيكون على الشكل التالي his is a determiner a noun اللي هو claim and an s اللي هي that philosophy is nonsense. اتمنى نكون شرحت هادشي مزيان. الا عندكم اي سؤال ولا شي حاجه تبغينا نهضر عليها في الفيديوز اللي جايين نحاول ما امكن نحط فيديو اخر على براكتين and كيفاش نديرو براكتين. عاد ندوزو للرولز linear rules ديال syntax. see you soon.